يعني دي احلى مفاجاه انا شفتها في حياتي، صوره امي في نهايه الفيديو. طبعا كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل ام بخير وسعاده. الحقيقه الحلقه دي على الرغم انها ممكن تكون قاسيه لان اي حد والدته مش موجوده معايا وربنا اختارها تكون بجواره، بيكون شعور الفقد بالنسبه لي صعب جدا. ولكن الحلقه دي مهمه جدا لان لازم كل واحد موجود في حياته عنصر نسائي، سواء كانت الام او الزوجه او الاخت او الابنه، لازم يقولها كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وربنا مديها عمر عشان يعيش في حضنها وامانها. كل سنه وكل ام في مصر طيبه، وكل سنه وانتي. الو. ألو، ايوه. كل سنة وأنت طيبة يا حبيبة قلبي. كل سنة وانت طيب يا بابا. حبيبتي. أنا سعيدة قوي بالمفاجأة دي، يعني دي أحلى مفاجأة حصلت في حياتي. كل سنة وأنت طيبة وعيد أم سعيد وأنت في حياتي وأنا في حياتك. ربنا يخليك ليا. لا أنا مبسوطة حبيبتي. قوي بجد، دي أحلى حاجة حصلت لي في صباح الورد فعلا، وأنا مبسوطة إن أنت معايا ومبسوطة إن أنا سامعة صوتك دلوقتي، وبجد بجد أنا سعيدة قوي. انتي امي واختي وحبيبتي وكل حاجه حلوه في حياتي يا سيدي والله. لا ربنا يخليك ليا يا بابا، كل ويعني كل سنه سنة وانت وأنت طيب. منور حياتنا وأنت كفاية يعني بالنسبة لي. ربنا يخليك ليا يا حبيبه قلبي وعيد ام سعيد وانتي امي الجميله. لازم اقول لك كل سنه وانت طيبه مش ربنا بنتي يخليك لينا ودايما حبيبتي. معوضنا كده عن كل حاجة في حياتنا. ربنا يخليك يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه يا جاسي. كل سنة وأنت طيب يا بابا، أشكرك. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي، ربنا ربنا يكرمك، يخليك. كل طيب سنة وأنت خلينا طيب. نروح فاصل سريع ونرجع مرة تانية.